هذه إحدى الأخوات تقول: زوجي لا يعطيني من النفقة، هل آخذ من ماله بغير إذنه؟ إذا كان لا يعطيك النفقة الضرورية وأبى أن يعطيك وحصلت له مالا، خذي قدر ما يكفيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما شكت إليه أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها. نعم.